بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الحنان المنان. الحمد لله الذي من على بني الإنسان فبعث إليهم رسولا نبيا أمية ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق ولا متزين بالفحش، سدده لكل جميل ثم وهب له كل خلق كريم، ثم جعل السكينة لباسه والبر شعاره والصدق والمعروف طبيعته والعدل سيرته والحق شريعته والهدى إمامه والإسلام ملته وأحمد اسمه. اللهم صل عليه وآله وصحبه وتابعيهم وعلينا معهم برحمتك يا رحيم يا رحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الكرام مع النور النبوي. وجهك الوضاح حجتنا صلى الله عليه وسلم، وجهك الوضاح حجتنا يوم يأتي الناس بالحجج، إن بيتا أنت ساكنه ليس محتاجا إلى السرج، فاز من كنت بغيته وسمى في أرفع الدرج صلى الله عليه وسلم. كل يوم مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. لنقف اليوم مع الحفاظ على البيئة. هذه الأرض التي حولك أنت إذا قمت بعمارتها فلك من الأجر العظيم. هل تعلم أن الله عز وجل جعل إفادتك لما حولك عبادات تؤجر عليها وتثاب؟ كل عمل تقدمه تنفع فيه ما حولك الله جعل عنده عبادة وجعل طاعة، مع أن المصلحين الذين يدعون إلى زراعة الأرض وعمارة الأرض يقصدون أن النفع سيعود إلى المصلح نفسه إلى المزارع نفسه، وهذا حقهم. يقول لك اللي يزرع الأرض راح يجي الخير اللوة في هنا. الإسلام يقول لك كمل الإسلام وزاده، يقول لا، اللي يزرع الأرض ما بس يجين الخير هون، يجين الخير هون وهنوك هنا وهناك. يعني اللي يقوم بزراعة الأرض بعمارة الأرض، اللي يعمل خير، اللي حافظ على البيئة، أجره هنا وأجره هناك. أجره هنا اللي راح يرجع له الخير، وأجره هناك الله يكتب له أجره سبحانه وتعالى. هكذا ينظر الله عز وجل، ديننا عز وجل ينظر إلى كل إصلاح على أنه عبادة، وإلى كل ضرر على أنه معصية. مع أن الله سبحانه وتعالى لو أمرنا بزراعة الأرض وإصلاحها وعمارتها وقال بلا أجر، كان نحن المفروض ساقنا عقلنا إلى ذلك. يعني لو أمر الله الإنسان أن يزرع الأرض دون ثواب لساقه عقله إلى إصلاحها، لأنه هو المنتفع، لأن مردودها النفعي عائد إليه. لكن الله عز وجل زاد بالمن فجعل إصلاح الأرض وزراعتها وعمارتها ثواب عبادات يؤجر عليها ويثاب الإنسان. لذلك كان ينبغي للمسلمين أن يكونوا هم أسبق الناس في زراعة الأرض، في عمارتها، في إدارتها، في إصلاحها، لأنهم متصلون بصاحبها، بخالقها، بباريها سبحانه وتعالى، الله جل جلاله. إذن القاعدة العظمى التي تقول إن كل خير، إن كل نفع، إن كل إصلاح في دين الله عبادة، وإن كل ضرر وكل مضرة وكل سوء في شرع الله هو معصية. الذي نريد أن ننتقل به هنا إلى أن الحفاظ على البيئة، قبل أن نتكلم عن زراعة الأشجار وعن هذه الأعمال، تعال نذكر رسالتين. الرسالة الأولى أن الغاية من الله سبحانه وتعالى يدعوك أن تحافظ على ما حولك، أن تحافظ على البيئة، أن تزرع الشجر، أن تكري النهر، أن تحفر البئر، أن تنفع، أن تقدم. الغاية منا لينتقل بك من الطبع إلى التكليف، ينتقل لك من الطبع إلى مقام التكليف. الطبع يقتضي عدم العمل، التكليف يقتضي العمل. يعني نشبه أمثلة على السريع حتى ننتقل إلى الحديث إلى الزراعة. الطبع اللي إنسان إذا يتكل إلى طبعه يتغير، يكون إنسان فردي، إنسان انعزالي، إنسان أناني. التكليف يجعلك تنظر بروح الجماعة، تفكر بعقل الجميع، يجعلك إنسان جماعي، إنسان تنفع الجميع. الطبع يقتضي منك أن تنام، التكليف يقتضي منك أن تستيقظ لصلاة الفجر. الطبع يقتضي منك أن تعطي أذنك لتسمع كل شيء. التكليف يقول لك لا، صوتك إذنك لازم تنغض، ما تسمع عنك أي شيء. الطبع يقول لك عينك سرحها، تحق ويسا بتريد تحق. التكليف يقول لك لا، أغضض بصرك. وهكذا ينتقل معانا الفرق. هناك كثير فرق ما بين الطبع والتكليف. الطبع يقتضي أن تحب جمع المال، التكليف يحب أن تنفقه. الطبع يريدك أن تبقى وحيدا غير مقدم، غير كسول، نايم، مرتاح، مرتخي، خلاص. التكليف يقتضي أن تكون عامل ناتج، إنسان منتج. هذه هي رسالة، إحدى رسائل الدعوة إلى زراعة الأرض. ثم الرسالة الثانية أن الله
سبحانه وتعالى لما جعل زراعة الأرض إباتة يؤجر عليها، رقاها النبي صلى الله عليه وسلم فجعل زراعة الأرض، جعلها كتوريث المصحف، جعلها كبناء المسجد، جعلها كتعليم العلم. يعني رقى، أنت الإنسان اللي يحفر بير عند رب العالمين كأنه بنى مسجد؟ نعم. هل هناك حديث على ذلك؟ نعم. انظر إذا كيف يريد الإسلام لك أن تنتج، أن تلتفت إلى جانب عظيم من الجوانب الاقتصادية وهو الجانب الزراعي، زراعة الأرض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبع يصلن الميت في قبره: من علم علما، أو ورث مصحفا، أو حفر بئرا، أو غرس نخلا، أو كرى نهرا، أو بنى لله مسجدا، أو بنى دارا لابن السبيل. صلى الله عليه وسلم جعل تعليم العلم ووراثة المصحف وبناء المسجد وبناء دار لابن السبيل أجر مثل أجر اللي يعمل غرس النخل وكري النهر وحفر البئر، وجعل حفر البئر وكري النهر وغرس الأشجار جعله كأنه توريث للمصحف، كأنه تعليم للعلم، كأنه بناء للمسجد. ما هذه النظرة العظيمة؟ ما هذا الدين؟ كيف رأيتم كيف ينتقل الإسلام بالحفاظ على البيئة؟ جعل إفادتك لما حولك عبادات تؤجر عليها مع العلم أنت المستفاد. من فوائد الانتقال بالحفاظ على البيئة أن ينتقل بيك الإنسان من الطبع إلى التكليف لتكون إنسانا راقيا. من فوائد حفاظ على البيئة أن الله ساوى بين زراعة الأرض، بين حفر الآبار، بين كري الأنهار، وبين بناء المسجد، وبين توريث المصحف. ما هذه الرقي؟ ما هذا الانتقال العظيم في هذا الدين العظيم؟ النبي ألف الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم دعانا إلى زراعة الأشجار بالصريح، فقال عليه الصلاة والسلام: ما من رجل يغرس غرسا إلا كتب له من الأجر قدر ما يخرج من ذلك الغراس، قدر ما يخرج من ثمرة ذلك الغراس. اللي تزرع أرض، اللي يزرع يزد بذور يمشي، هاي إذا نبتت بعدين لك أجر بكل ثمرة تخرج منها، بكل ورقة تخرج منها. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي نحفظه جميعا: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. حتى الدواب التي جاءت لتتلف الزرع فتأكل منه فأنت لك به صدقة. صلى الله عليه وسلم، لأن زراعة الأشجار أثبت وكلنا يعلم أن فيها من الفوائد العظيم، فيها الحفاظ على التوازن البيئة، فيها التزيين والجمالية، فيها امتصاص ثاني أكسيد الكربون، فيها تنقية الهواء والجو من الجراثيم والبكتيريا، فيها زيادة امتصاص المياه الزائدة، فيها زيادة تثبيت التربة، فيها 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 من الأشياء الكثيرة الكثيرة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز على النخل، لأن النخل شجرة عمرها أطول، ثمرها أدوم، ثمرها أطيب، بقاؤها أطول، صبرها أقوى، يعني مقاومة للظروف إذا صح التعبير. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم دعاك إلى حفر الآبار وكري الأنهار، لأن الأنهار شريان الحياة، لأن الأنهار تأتي إلى الناس بأعز مفقود وأهون موجود وهو الماء. الأنهار تكون سبباً في ديمومة الحياة، فإذا ما كرى الإنسان نهراً وشق من النهر رافدا في مكان في أرض فستنبت عليه الأعشاب والشجيرات والأشجار والزراعة، وستكون بيئة خصبة للحيوانات. ثم الذي يحفر الآبار فإنه قد أتى بالماء إلى مكان لم يستطع النهر أن يصلها، ونحن مررنا في ظروف وجدنا أن حفر البئر كان مهما جدا لاستمرارية الأيام. حفر الآبار فيه من الأجر العظيم العظيم، وهو منتشر جدا الحمد لله. هناك من الناس من يسعى كثيرا إلى هذه العبادة. نعم، سمي حفر البئر عبادة، وسمي زراعة الشجر عبادة، وسمي قري النهر عبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها عبادات نؤجر عليها، كما ورد في الحديث الذي ذكرناه قبل قليل، قال صلى الله عليه وسلم: سبع يصلن الميت في قبره: من علم علما، أو ورث مصحفا، أو حفر بئرا، أو كرى نهرا، أو غرس نخلا، أو بنى لله مسجدا، أو بنى دارا لابن السبيل. صلى الله عليه وسلم، الحفاظ على البيئة يجعلك أن تقدم لنفسك الخير في الزراعة لأن أنت المنتفع، وأنت مثاب عليها يوم القيامة. الحفاظ على البيئة ينتقل بك من الطبع إلى التكليف، ينتقل من مقام أن تكون إنسانا عاديا، إنسانا طينيا، إلى إنسانا نورانيا، إنسان متعلق بوحي السماء.
والحفاظ على البيئة ينتقل بك بما تفعله أنت أيها المزارع. أجرك كأجر من ورث المصحف أو علم العلم أو بنى لله مسجدا. ختاما أسأل الله أن يبصرنا بفوائد وفرائد هذا الدين العظيم، وأن يرزقنا دائما النظر والاستقاء من نور نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكتب بها السطور وتشرح بها الصدور وتيسر لنا بها جميع الأمور، وتجمعنا دائما بالنبي النور صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.